رسولي ورسول الله ورسول أمتك التي تنادي بها أمتي أمتي، كيف لهؤلاء أن يأتوا بأناس لا نعرفهم يقفوا ليمثلوك؟ سؤال محير. أتعلم لماذا؟ لأنك والله لا من بشر منا واحدا يستطيع أن يكون كما كنت، ولا منا واحدا يريد أن يمثل دورك بشخص لا نعرفه، فإننا وكلنا فداك يا حبيبنا يا رسول الله محمد. فلنقف جميعا يا ناشدين بالحق مع موقف هذا الفيلم المسيء، وليكن ردنا لهم كما قال رسولنا لربنا وقيله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فرد عليه رب كريم عزيز رحيم: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فلنصفح عنهم ولنصمت وننشر سيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بصمت، بلا تمثيل ولا تصغير، لأنها ليست وسيلة اتبعها أصحابه ليعلموا الناس بها من هو محمد رسول الله.